المشكلة إن إحنا جينا من استجبنا لمنشور الجيش وبنطلع على المواطن، وإحنا طالعين إن هم في ناس طلعوا لنا وصاروا يضربوا فينا في العصر، قالوا ارجعوا ارجعوا. إيش نعمل؟ كنا إحنا أصلاً بدنا نطلع، أخذنا حالنا بدنا نطلع، جايين صاروا يضربوا فينا، ارجعوا على طول ورجعوا على طول، إيش نعمل؟ مين اللي قال فيكم دراسات؟ هذول الشباب بالجيش ولا شباب حماس؟ حماس، شباب حماس هذول بضلوا يضربوا فينا، بضلوا يضربوا فينا ويرجعونا.